نواصل الترندينغ بتصريح للناشط السياسي نزار الشعري صديق مراد الزغيدي بالمناسبة نوجه له تحية نقول له إن شاء الله لاباس. تصريحه أثار جدل كبير وين قال فيه إنه ضد إجبارية التلقيح وقال زادة اللي فرض الجواز الصحي في الأماكن العامة والإدارات هو قرار غلط وجائر. خلينا نسمعوا الإكستري. نهار السبت هذايا عندنا وقفة احتجاجية قدام المسرح البلدي مدي ساعة. مانيش ضد التلقيح، أنا ضد إجبارية التلقيح وأتساءل كيفاش منظمات. لقحت أنت ولا؟ أنا لا ملقحتش. ما لقحتش، إذا أنت ضد التلقيح. هذا رأيي الشخصي ولا أجبر أحد به، أنا فقط أنا ضد إجبارية التلقيح. فما 50% من الشعب التونسي غير راغب في التلقيح. من المفروض سياسيا احتراما لإرادتهم أنه ما يكونش ثم إجبارية التلقيح. تجم تعمل مجموعة من الأشياء الرادعة من بين الكمامة والتباعد وال 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 وال، لكن ما تجبرش العباد أنها تحط في بدنها أشياء غير راغبة في ذلك. قانون ثم قانون ثم قانون، القانون غلط وجائر ولا بد من تغييره. مواطن تونسي في مكان عام مش ملقح له، انت خارق القانون. احنا ضد القانون، انت خارق القانون. نعم انا خارق القانون ولا ضد القانون، وهذا القانون لابد ان يتغير. نعم انا نعم انا خارق لهذا القانون لانه جائر ولا بد من تغييره. برشا توينسا علقوا قالوا السيد المحترم نزار الشعري غير المسؤول، كان انت ضد التلقيح شد دارك لانه المرض هذا ماهوش غريب عادي، لانه احبابي ماتوا هما في ديارهم خاطرهم يخموا كيفك، فما شكون كتب عمره ما كان التلقيح يحد من الوفيات والم المرض والدليل تفرجوا على فرنسا واوروبا ولكم سديد النظر. فما زاد اللي قال شكرا نزار الشعري اخيرا واحد قال الحق. ونوفى بالكومنتير اللي يقول بدا بحملته الانتخابيه على بكري والسيبل نتاعو شطر الشعب المش ملقح. ان شاء الله برك لي انت، ان شاء الله برك اللي يشكل في السبيطار ما ينجموش يمشيوا وينتخبوه. بطلع له قرعه. انا شخصيا معناها نعتبر اللي من حقه يكون اي انسان ضد، اما ما يعرضش حياه غيره لل وادعو بصفه جديه بالقيام بشكوى، خاطر السيد هذا يعمل في اجتماعات ويلم في الشباب ويلم في صالات مسكره وبلاش كمامه. دونك زاد فما معناها واللي ماتوا واللي يبدا معناها سيت ان دونجي بوبليك. وانت معناها كان تعتبر نفسك معناها ناشط سياسي ولا عندك مشروع، هو ما يخبيش، هو يحب يولي رئيس تونس. اللي صار هو ريت البارح مثلا ماكرون قامت القيامه خاطر قال كلمه معناها تاع الزوفره بين الظفرين، قال الجماعه اللي ضد التلقيح انا جولي تيت، تبدا بالاو توفى بالدو، اي مش ما تبدا بالاو توفى بالدو، اي دي او. دونك قامت القيامه وكلات بعضها كل شيء. ماكرون حاسبها خاطر في فرنسا فما 10% برك معناها اللي ما لقحوش، فما 5 مليون حب عليه في شوك، معناها حب عليه في شوك خاطر اللي 5 مليون نجم يعاودوا يتسبوا لك في موجه. الكلام اللي يقول فيه نزار شعري غير مسؤول مجتمعاتيا. ما انت ضد التلقيح وضد الواحد شد دارك، ما تعمليش اجتماعات. انا ولدي كان نفيق به في اجتماع من الاجتماعات نتاع نزار الشعري، قدم شكايه باللي اعطاه رخصه للاجتماع واللي عمل الاجتماع، قدم شكوى معناها للمحاوله القتل عمد. اي اي